توقعاتك ايه الماتش الاهلي وادي دجله النهارده؟ ان شاء الله الاهلي كسبان. كم 2-0 ان شاء الله. حسام غير ان شاء الله ووالي سلامي ان شاء الله 3-1. من اللي هيهزم؟ من اللي هيهزم الاهلي ان شاء الله؟ عماد متعب لو نزل هجيب جون، وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا. 2-1. مين اللي هيهزم الاهلي؟ الاهلي ان شاء الله، عبد الله السعيد ومؤمن زكريا. ان شاء الله دجله تكسب يعني باذن الله ان شاء الله. يعني انا متفائل جدا بميدو، يعني اي حد عادي يعني مش هتفرق، بس اهم حاجه وادي دجله تكسب. يعني وادي دجله تكسب ان شاء الله. يعني 2-1 2-0 ان شاء الله. كابتن احمد حسام ميدو هيحط على الاهلي النهارده 2-0. طب مين اللي هيحزن الاهلي؟ هو انا لعيبه وادي دجله مش معروفين بالنسبه لي خالص، بس ممكن حسام عرفات يحط الجونين. هو باذن الله انا فوز الاهلي. كم كام؟ 3-0. مين اللي هيحرز الاهداف؟ مين اللي هيحرز الاهداف؟ اجاي، عبد الله السعيد، وربنا يكرمه يا رب عماد متعب لو نزل زي الماتش اللي فات. 3-0 ان شاء الله للاهلي. الاهلي هيكسب 3-1، وعبد الله السعيد هيجيب الجون الاول، وجونيور اجاي الجون الثاني،